الواجب على كل داعية أو عالم أو فئة من الناس أو مجموعة أن يبدأوا بما بدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأي داعية أو عالم أو شيخ أو فئة ما تبدأ بهذا الكلام دي على ضلالة من أمرها. والكلام ده كله عندنا عليه دليل من القرآن ومن السنة. الأنبياء بدوا بشنو؟ عندنا عليه دليل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بدوا بالتوحيد، بدوا بالتوحيد ونهوا الناس عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وربنا قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بدوا بالتوحيد، دي العبادة. وهناك في السنة الرسول عليه الصلاة والسلام رسل معاذ قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وهناك قال في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله للعباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال له: حق العباد على الله، حق الله للعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، برضو العبادة. وهناك ربنا قال: ولقد بعثنا في كل الأمم، الأنبياء جميعا، قال في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ما بروا أن اعبدوا الله، ما العبادة براها ما كفاية. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت ده لابد تجيبه، والطاغوت ده في الزمن ده أبوك الشيخ ذات، ده الشيخ ذات الراكب في الحافلة ده والراكب في الركشة، ده يا الطاغوت. لابد تكفر بالطاغوت، لأنه لو صليت ووحدت وقمت الليل ما كفرت بالطاغوت، أنت ما بتسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما بين الإمام محمد عبد الوهاب. لابد تكفر بالطواغيت، والطواغيت ده الكتار في الزمن ده، كتار فيهم ما يقول لك غير الله بيخلق، ده طاغوت، لأنه الخالق، مسألة الخلق دي الكفار والمشركين الأوائل مغرم بها، إنه الخالق هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق وفي الرزق وفي التدبير. كل المشركين قالوا الخالق الله. ربنا قال: ولئن سألتهم، أي المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قالوا الله. معناه كانوا متفقين، ما في مشرك قال غير الله بيخلق أصلا. ما بتلقى في القرآن المشركين اختلفوا إنه الخالق الله وخالق معاه واحد تاني، ما بتلقى نهاية، ما بتلقى. كل المشركين والكفار جميعا ما قالوا كلام زي ده. أما اليوم موجود في هذه البلاد، موجود يا جماعة، دي مدار. حتى المشركين الأوائل ما وقفوا فيها كثير بنص القرآن. ليه؟ لأن احنا دايرين نوصل الناس إنه شنو؟ إنه مع الله ما في خالق. الناس ما دار يصلوا المرحلة دي، لأنه في شيوخ قالوا له لا، غير الله بيخلق، كما قال قال البرعي شيخ الزريبة، قال: كباشي كم عد ولد، كم حل عقد من غير مسوى تفل، كم عد طفل. قال بدون ما ينفخ ولا ناي بدي شفع، بس عنده بترول بتاع شفع،
من وين يجيب الشفاعة؟ هذا قال الكلام، قالوا برع السودان. برع ده يمكن السودان ده كله بعرف، برع السودان ده بعرف ليه؟ لأنه نشر شرك ما الله به عليم، وما بروا كل رؤوس الطرق الصوفية، لكن بالذات الرحيم البرعي الشرك النجر في السودان، والله المشركين الأوائل ما نشروه. ونحن الكلام ده والله نتحدى بالكرة الأرضية كله، إنه غير الله ما في خالق. كل الطرق الصوفية مجر في السودان، في العالم كله، وكل الأحزاب ها، وكل البشر نتحداه، لأنه ربنا ما معاه خالق سبحانه وتعالى، ولأنه في المطر ربنا ما في إله بينزل المطر غير ربنا سبحانه وتعالى، لأنه الإله المعبود هو براه. كلام ده كله يا جماعة موجود. كيف الناس ما المعيشة تكون ضنكة؟ كيف العيشة ما تكون صغيرة في شرك زي ده؟ كيف البنزين ما يكون ما في شرك زي ده؟ كيف الطاحونة تكون واقفة ما تدقق دقيق في شرك زي ده؟ كيف؟ كيف الدولار ما يزيد؟ بدعكم بالله يا أمة الإسلام جميعا، في شرك زي ده؟ دارين الخيري ما بجناي. واحد بعد يقول لك يا أخ الصب ده عجاز كتير، بعد شوية ما حتلقى الطرمبة ذاتها، أبشرك الطرمبة ذاتها ما حتلقاها، ما طالع في جيرك زي ده الطرمبة ذاتها ما بنلقاها، لأنه الناس يا عادوا رب العالمين. بعد تجيك واحد لا لا بالحكمة، دي الحكمة ذات، الحكمة إنك توري الناس الحق، الحكمة يا مجرم توري الناس الحق، العقيدة الصحيحة. وده المجرمين أي دول لو دقنوا دي لفات تبع لفات وأكل فيها خشم وبلعة، ما بكلم في توحيدة ده ضلال ومجرم ودائر للناس الهلاك، لأن ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ربنا قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ربنا استثنى قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ودينا اليوم كتار كتار، بل يمكن يدعي السلفية ما يوري الناس الحق، تلقى عنده ها دقن وعم عذبة يجيبها بيجاي، ومرة شمها بيجاي لو شميتها 70 مرة ما ورينا التوحيد. انت ما سلفي، لانه السلفيه دي ما بتنكتب على جبهتك، السلفيه دي ما شعار، السلفيه ما حزب، السلفيه ما جماعه، السلفيه منهج، منهج الانبياء تطبقه وتبدا بالتوحيد، دي السلفيه، دي السلفيه يا اخي، دي السلفيه. كثير شعارات في التلفزيون وفي الراديو تسمع حلقه التوحيد مع العالم الكبير زعيط بن زعيط، ما في حاجة، ما في حاجة تسمع في التلفزيون في الراديو. وقبل أيام قبل شهور جايبين واحد صوفي، صوفي هنا في البلد دي من برا، مش في السودان، جاي من برا، جت سودانينا، ولأنه أبيض أبيض، بس أبو لهب ده كان أبيض من اللمبة دي، لأنه الشعب السوداني عنده ها بس يدمع مع اسمع اشوف اللحم الابيض ده ابيض بس. والله شافه واحد قال لي جا عالم كبير وبقول غير الله بيخلق، قلت له ده كافر كبير ما عالم كبير، ده كافر كبير. دول يقول لي غير الله بيخلق، وجايبينه في السودان دي تلقى معلق في الجرايد وناي ها، ورجع راجع طار الله لعاده، يقول له غير الله ممكن يخلق. ودينا يا جماعة دارين ناكل عيش بعد ده؟ ده البر جاء هنا، وين الجوا اللي نعرف نقول شنو؟ الجوا اللي معانا ده، الجوا اللي دارك ده جابوه في قناة اسمها قناة المزا، قالوا له قال الرحمن على العرش استوى، قال يعني قالوا له قال الله يعني كان في السماء، قال السماء دي كان فتحت، ده كلامه، قال السماء دي كان فتحت الله يتلي
تتلف فيك طوبة يا ديرك. وربنا طيروا مننا فاتي مريكي هناك مع أخوانه اللي هناك ديك، ربنا صرف صرف لأنه ده دين الله يا ذول. عشان كده الدعوة دي والله يا جماعة ما هي ذول بتيجي بتكلم فيها، والله نحن ربنا ما أراد ما نقوله لا كلمة، والدعوة دي أنها حقة الله لا بد تتبع منهج الأنبياء. أنا داير أختم لك أقدم الشيخ أحمد البدوي، لكن داير أقول لك أي دول لا يلقيته في غناء في رادي قابلك في التلفزيون ركب معاك في الكارو في الركشة وهو داعي ما بيبدأ بالموضوع ده، أعرفه داعي فاشل فاشل والله، لأنه الأنبياء بدأ بالموضوع ده، الأنبياء بدأ بالموضوع ده. ونحن في السودان محتاجين المفروض نتكلم في العقيدة ليل ونهار ليل ونهار، لأنه عندنا جيري الكعب يا جماعة، داك ماسك المويه، داك ماسك الصاقعة، داك ماسك البترول، داك ماسك الجنة، ده شنو ده في السودان؟ وزي ما قال ذكر لكم الشيخ شهاب عوض، داك بروف دكتور قال المويه بدو الشيوخ، ده دكتور يا جماعة، دكتور ماسك التفسير في جامعة أم درمان الإسلامية، قال بتسعى على الله والله ما بديك مويه ذاته. هذا كلام ابو لهب ما قال بهم، ما قال بكلام زي ده. داك ماسك القروش، واحد ما عارف جايبينه في الجريده قالوا ها بتاع عط بعالي بالعط يا اخي. الصوفيه دي يا جماعه الشرك والفساد حتى الحاضر في البلد دي ومعيشه والمعيشه الضنكه السبب فيها الصوفيه دي، ده السبب. انت كداعية نجيط نجيط جابوك في مسجد في اي مكان تتكلم في الصوفية دي، وتبين لاولادك بعلمك البسيط ها انه ولدك مين هو صغير عمره 6 سنة عمره 6 سنة تقول له الصوفية كيف؟ كان قال لك كويسين وما عارف حاجة طبعا، تقول له الصوفية كاكا زي التراب ده كاكا، عشان ما يقوم صوفي ولا يقوم اخو مسلم، لانه الصوفي والاخو المسلم واحد شبهينا وتلاقينا، وما يقوم لك حزب بحث ولا حزب تعرير ولا بتاع العفش ديك البلاغات تلقى مارين الجماع الجامع طماطم وفاصوليا ديل برضو عطاله ديل كلهم، ديل صوفيه كلهم طبعا، لانه البلاغاتيه صوفيه توريه وتقول سلفي يكون سلفي، والسلفيه دي ما قلت لك ما شعار، السلفيه هم الصحابه، انت تكون معاهم في ناس في تقرير السلفيه دي انتوا ناس بيجي براكم ودي لا لا سلفيه، انت ان تكون سلفي تكون مع الصحابه من ابو بكر رضي الله تعالى عنه، والسلف ما سبق زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه نعم السلف نعم السلف لك انا سلفك النبي عليه الصلاه والسلام، ما يكون سلفك صوفي دلقون ها ولا اخو مسلم ولا حزبي مرضان، ما يكون سلف هذا ده نهايه نهايه يا جماعه. فندارين الحلل والراحه، الحلل في الدين ده الحياه ترخص نكون تمام ها بنزين راقد اي، ونحن حتى ما عندنا شنو في اي شيء، لكن بعد ده المعيشه ضنك، المازوره هذه بتجيب مويه تجيب مويه مالحه الماسوره، اللحم ما بيتوكل، الملاحده تكون فوق الملح رطو الملح تلقى مسيخ، مسخوا الصوفيه دي والله مسخوا الشرك ده، لو ما كلنا حاربت الصوفيه دي ها ما بنمشي لقدام يا جماعه، والله ما بنمشي، اوريك الحقيقه تبدا من ولدك ومردك وانت طالع في العربيه تتكلم، وان شاء الله بكلمه ربنا بيرفعك ربنا بيرفعك، وما تخاف ما تخاف ليك من دنقان، لا في زي واحد تلقاه يخاف له شايف دنقان زي يخاف دنقان زي يقول لك الشيخ بنفغني، يقول لك ده بقلبك قرد بقلبك شنو سلطة روب ليخلوا بقلبه، ونحن عاجبنا ونحن عزي ما يقلبونا طماطم يفطسونا، ما في ما في دول بقلب له دول يا اخي، ده كله كلام خوفوه الانبياء
عشان كده ربنا في القرآن قال لك ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ربنا قال لك ما تخاف الناس، ما عندهم حاجة، ما عندهم حاجة، وده غير ما يضرك في الدنيا وفي الآخرة. والله ما بيطلعك في الدنيا يشيل منك قروشك بياض، ها جايب له ديك لابعه حتى الفكي ما بتلقاه، ها رقبته ما بيقدر مليانة من وين، من الديك دي. شوف أي شيخ بتاع صوفيا تلقى رقبته قدره كده. نحن ما عندنا مشكلة مع الرقبة، رقبتك تكون لكن ما بحقك، ما بحق الناس. تلقى الديك الفي في غضب الله، الخروف الفي باع لبعه كله، القروش الفي شايله، البياض شايله، ما بكون. عشان كده الشيخ تلقاه قاعد في الضل جوا شبعان تريان، لأنه لم خلي العظيدة، لم خلي زمينه المدايد. عشان كده حتى في الجانب بتاعت النساء بيغش النساء شيء خذل، والله يا جماعة بيغشوا النساء، والكلام ده موجود في الكتب موجود. عشان كده انت ما بتكون راجل إلا بالعقيدة الصحيحة دي وتدعو ليها. أقل أحوالك تمرق من الدنيا دي انت راجل رافع راسك فوق، ربنا يرضى عليك حتى لو عندك معاصي. يا جماعة شوف نعمة التوحيد دي ما ديها، عشان كده الأنبياء ركزوا عليها. هناك في الحديث ربنا قال لك يا ابن آدم لو أتيتني، شوف لو أتيتني دي، لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لغيتني لا تشرك بي شيئا. ربنا قال لك لأتيتك بغراب يا مغفرة. توحيد نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة كبيرة. قال لك لو جيتني بالأرض دي ملع الأرض خطايا بغفرة لك، يعني عندك شرب خمر وغنى وكلام فاضي كل المعاصي، ربنا قال لك أنا بغفر لك. حتى لو ما غفر لك أنت مصيرك شنو؟ مصيرك الجنة، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله ربنا قال فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. عظيمة، أكبر إثم عظيم هو الشرك ده. فنحن نصيحتنا لأنفسنا أولا ثم للمسلمين والله العقيدة، لأنه ده رأس مالك يا جماعة، رأس مالك ليك أنت ولولدك ولزوجتك ولبيتك. شوف لقمان قال لولده شنو؟ بداله بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وراه العقيدة، العقيدة. فالمجتمع ما بيصح إلا بالعقيدة، إلا بالعقيدة، لأنه حتى لو ما زول في الحلة دي مشينا دفننا في المقابر البيئية دي وفينا عقائد خربانة، النوع اللي بيقول اكتبوا له حجاب من الخربنا خراب، ويا ترعفينا ويا حسن بجلابية، ديال بنتعب الرأي اللي ساين حم ندعي بساين. والله رضوان قال الزول المسلم لو وقف على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، 40 بس يا جماعة. ولو صلوا عليك 400 من الجماعة الصنف الثاني ده، والله 400، ودفارات واقفة ورقشات وكوارو وحمير وباع، ما بينفعوا. النوع اللي بيقول اكتبوا له حجاب من الخرابنا خراب، والله ديل بيطوروا ما بينفعوا. ولو صلوا عليك 40 رجل، و40 رجل ليل يمكن يكون عندهم معاص لكن موحدين. شوف نعمة التوحيد، لو جايين من الحفلة، حتى في حفلات والحفلات حرام والغنى حرام، لكن مع ذلك ما أكعب من الشرك. حتى لو زول فات بغناه ده زي اللي بيسوي ذاك الفنان، بيقول طلعت الكبري مشيت بحري ما أعرف وين، دخلت بشمبات مرقت بكرور. لو مشيت بذا انت موحد، انت تحت المشيئة، معناها التوحيد ده نعمة يا جماعة. عشان كده الأنبياء ركزوا عليه، حتى رسول الله نام مات
كامل على التوحيد. ويعقوب عليه السلام عندما حضرته الوفاة قال لأولاده ما تعبدون من بعدي، الأنبياء نام الموت بدعوا للتوحيد. معناه التوحيد مهم، معناه التوحيد مهم للمسلمين وللأمة. والأمة قاعد تعبانة كده ليه؟ لأنه العقائد خربانة يا جماعة، العقائد خربانة والله. عشان كده دول يا جماعة البرحة اليوم يموت ومعاه التوحيد، وكان كافر بالطاغوت ده ما 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 أصلك ما تشفق عليه، ما تشفق عليه نهائي. أما دول ما عقيدته خربانة، ده مشكل كان عملته عملت له. في ناس بيعملوا للذول الميت يعملوا له شنو؟ قبة، قبة، أو يعملوا له غرفة. في غرفة لقيتها هناك عندنا في الحاجوز، غرفة فيها باب وفيها ثلاثة شبابيك. واحد قال لي في مروحة جوا مدورة، واحد قال لي في والله في قبة، قال لي في غرفة لقيت فيها مخيف. نحن مخيف ما لاقي انه حيين ديل، زول ميت ده اللي مخيف. ولو أقام من النوع ده المخيف ينفع؟ لو جبت المخيفات العالية دي بتنفعه؟ ما بتنفع لأنه مشرك. أما كان كان واحد فوق جوته المخيف العمل لو هو العمل التوحيد ده بكون مرتاح، ربنا يوريه مقعد طوالي من الجنة. أما الذول المشرك لكان هنا في الدنيا ما داير التوحيد ويصر لك كده، ولا هو الشيخ ماله وشيخي ماله، وينجلس في يعرف في وس في قلب وسوس. ده والله يعرف حاجة. ده هناك الملائكة ربنا بدون مرذبة، بس مرذبة للذول المشرك زي ده والمنافق بيدوك بها حاجة لما انت عارف حاجة. وهناك لو كوركت في ذول بيسمعك حتى انت لو مقفول في الوضع دي ومقفول وكوركت بيطلع منهم. ما هناك الملائكة دي الملائكة غلات شداد. ذول المشرك ده بيزعلوا يقولوا ما ربك؟ ذول اللي كان بينادي غير الله بيقول ها لا ادري، لانه كان شنو هنا في الدنيا بنادي الجماعة دي. اما ذول الموحد بيقول ربي الله، لأن ربنا في نص الآية هناك ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده الذول الموحد اللي بيقول ربي الله. أما الذول المشرك ده بيدوه حاجة والله لما نتكيف ما بعرفوا لك. أنه واحد يقول لك أنا جدي أنا شريفي، ما بتخارج شريفي دي. شريفي دي هناك في القبر ملائكة بيقول لك أنت جدك العباس، وتلقى جدته للعباس حاجة. لكن لو فرضنا جدك العباس وجدك النبي عليه الصلاة والسلام وانت مشرك، الكلام ده بينفعك؟ ما بينفعك، لأنه أبو طالب ده مش جده، أبو طالب ده عمه عديل، عمه عديل مش باللفة. حتى لو تلقى واحد ده ذول كده عنده قريبه أو ما قريبه تلقاه ذول لأنه صاحب قروش، وتلقى ساكن في حلة صاحي يقول لك ذول ذول ده عمي والله. وتلقى واحد ذو تاني مسكين بياكل من الكوشه كده وعيشه بيجاي والشطه طالعه بيجاي، وتلقى واحد عمه ده قريبك؟ ده والله ده ما قريبك، ما قريبك يا مجرم، وده قريبه. هنا يا ذول الموضوع ده خطير. الملائكه ما بيقولوا لك انت يا ذول منو؟ انت توحيد. لو جدك النبي عليه الصلاه والسلام انت مشرك؟ الكلام ده ينفع، لانه ابو طالب ده عمه، عمه لزم طول طق. وبعد ده خف أهل النار عذابا يا جماعة، بخطوا له جمرة نافوخه ده ينفور بيقل ذي القدرة. ده خف أهل الشرك، مش في 2017 ناس الندين، لا ده زمان أخف أهل الشرك. وده حسب ونسب، ده من قريش، وده شريفي طقطق طق طق طق، شريفي ما فيه كلام وفي النار. تجي انت 2017 تقول لي انت مشرك، تقول لي انا جدي النبي، وناس حتى يقول لك نحن ما عارف نحن شنو من قدم الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا. دين المرغنيه قالوا جدون النبي، قالوا جدون النبي. فديل بيلعبوا يا جماعه، كله حسب والنسب.
انت لو جدك النبي عليه الصلاه والسلام وكنت على عقيده صحيحه دي الخير شنو؟ خيرين، دي حاجه تمام، نعم الحسب ونعم النسب لو جدك النبي عليه الصلاه والسلام. لكن انت لو جدك مشرك ما تنفع، لانه ربنا جاب ناس منهم ابو طالب وغيره وابو لهب، ديل اشراف ما فيهم كلام. حتى واحد كثير يقول لك انا اسمي محمد علي العوض العباس، بس جده السابع، ولا بقول لك يقول لك صلى الله عليه وسلم. يا ذول ارجع من كلامك ده. والله ما برجع. يقول لك انا جدي النبي. وده الجملخ بذا الحكايه بيمشي القبه ويتمسح بالتراب. يا ذول النبي كان يتمسح بالتراب؟ النبي كان موحد عليه الصلاه والسلام. النبي قال لك اذا سالت فدع لله، واذا استعنت فاستعن بالله. فالموضوع ده يا جماعه والله بجر لو تكلمنا في التوحيد للصباح وللسنه الجايه، لانه الانبياء ديل نوح عليه السلام اتكلم 1000 سنة الا 50 عاما عليه الصلاه والسلام، والانبياء اتكلموا كلهم، ورسول الله دعا للتوحيد لا من مات. خلى الناس تركوا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فالأمة وقعت في الشرك ذاته، كما بين رسول الله قال الأمة تاني بتقع شنو؟ أمتي تقع في الشرك. قال بتقع تاني في الشرك، وده اللي حصل، لأن القرآن قال كده كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هي الشرك، ربنا قال عبادي ديل الأكثرية على الشرك. غدا في الفطور أنت مسافر تحذر مرتك ولدك بيتك، لأن الأنبياء يخافوا من الشرك. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فالزول يبدأ بالكلام ده وينتهي بالكلام ده الداعي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجزاكم الله خير.